شعر وسوالف وهبات ريح على قناة الغرى المرقب، على قناة الغرى المرقب. عدنا إليكم مشاهدين الكرام وأنتم معنا على الهواء مباشرة في برنامجكم هبة ريح، وفي الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم كنا قبل قليل مع مجموعة من الضيوف الإعلاميين والمنشدين والشعراء، ولا زلنا أيضا نتواصل معكم في جزئنا الثاني مع أيضا ضيوف جدد بإذن الله تعالى. أحييكم ورحب فيكم، ورحب أنا وأبو مشاري طبعا بضيوفنا الكرام في هذا اليوم. أيضا نرحب شاعرنا راشد بن ضيدان، أهلا وسهلا بك. الله يحييك، طول عمرك. الله يسلمك راشد بن ضبان. بن ضبان عفوا، حياك الله راشد، يا أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك طول عمرك. أيضا كذلك نرحب بالشاعر الأستاذ محمد العيار، حياك الله. يا مرحبا بكم، أسهلا وصراحة أنا فرحت بتواجدي مع الوجيه الغانمة، ومن أمسي بالخير على أخوي علي أخوي خالد. الله يحييكم يا أهلا وسهلا، وصراحة لي الشرف بتواجدي معكم. الله يرضى عليك، الله يطول عمرك. الله يسلمك، حقا احنا نرحب فيهم الحقيقه بالترحيب في وجودهم معنا في برنامج هبة ريح. وايضا مشاهدي الكرام نرحب ايضا في الضفه اللي على اليسار طبعا، وهم ضيوفنا اللي حضروا معنا في هذا اليوم، ونرحب طبعا بالشاعر الشاعر والمنشد سلمان القحطاني، حياك الله. الله يبقيك طول عمرك، مساكم الله بالخير الجميع. الحقيقه انا سعيد بتواجد هذه الليله معكم، والشكر لك اخوي علي والأخ خالد وجميع من حضر وطاقم قناة المرقاب الفضائية، والله يمسيكم الخير. برضا والعافية، الله يعطيك العافية. أيضا المشاهدين الكرام نرحب بضيفنا الآخر بإذن الله تعالى معنا في هذه الجلسة، وهو الشاعر فالح الرشيدي، حياك الله. الله يبقيك ويعافيك، صراحة أنا سعيد بتواجدي بين أخواني، أتمنى أني أقدم ما يحوز على ذائقة متابعين قناة المرقاب بصراحة، اللي ما هي غريبة عليهم هالبرامج، يعني اللي تستمتع فيها المشاهدين. أتمنى، وهذا برنامج يستحق الإشادة فعلا، وأنا سعيد بينكم بصراحة. احنا اللي سعيدين فيك انك قدمت من حايل للداخل هذا الاستديو. الله يبقيك، الله يبقيك، وهذا شرف لي، وهذا طبعا كله بفضل أخوي سطام الشمري، ولا هي غريبة عليه، ومسي عليه بالخير وعلى جميع المشاهدين. طبعا تحية لزميلنا سطام الشمري ولكل الزملاء معنا في هذا اليوم. طبعا مشاهدين الكرام يبدو أننا سنكون معكم وأنتم معنا في هذا الفيديو كليب، وهو بعنوان شهداء أطهر ثرى. شهداء أطهر ثرى، طبعا هذا من كلمات مشبب بن عرنان الدوسري وأداء دغش الدوسري. إذن نسمع هذا الفيديو كليب ثم نعود إليكم ومع ضيوفنا الكرام في هذا اليوم. من حديد
طبعا مشاهدينا الكرام، رحم الله جميعا جميع حماة هذا الوطن وكل من يحمي هذا الوطن وكل من يحمي تراب هذا الوطن، المملكة العربية السعودية، حماها الله وحمى الله أمنها وأمانها في ظل هذه القيادة الحكومة الرشيدة، في ظل قيادة حكومة رشيدة تحكم بكتاب الله وبسنة نبيه. نعم. حمى الله هذه الديار، المملكة العربية السعودية. نعم. ولا ننسى أبو محمد وجميع المشاهدين الكرام، جنودنا سواء كانوا اللي على الحدود أو في الأمن الداخلي أو من هم على رأس العمل، وكما تعلمون شدة الحر وهم صائمون وهم قائمون على حراسة هذه البلاد الغالية المملكة العربية السعودية، وخاصة لمن هم على الحدود على حدود بعض الدول، فهم والله صراحة يواجهون يا أبو محمد يعني شدة الحر والمرابطة وترك أولادهم في حماية هذا الوطن الغالي. فعلا خدمة الدين وخدمة الوطن مهما قلنا فنحن مقصرين تجاه هذا الوطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا أمنه وأمانة المملكة العربية السعودية. اللهم نرجع مرة أخرى لضيوفنا الكرام ونرجع مع ضيوفنا. نعم، أيضا مرة أخرى أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأيضا كذلك أرحب الخطاط الأستاذ أحمد عامر، أهلا وسهلا بك معنا في الجزء الثاني في الحلقة. أرحب بضيوفي الأستاذ المنشد محمد العيافي، أحياك الله أخوي محمد. الله يطول لي عمرك. أهلا وسهلا بك، ونبغى تحدثنا عن جديدك القادم خلال الأيام القادمة، ونبغى نسمع منك. أبشر على خشمي. من ناحية جديد إن شاء الله ما بين جديد، يعني على مثل ما تقول يعني يكون حفلة أوبريت، يكون على الدعوة. وفي العيد إن شاء الله عندي ثلاث حفلات أوبريت. هذا في العيد القادم إن شاء الله بإذن الله. نعم، حتكون إن شاء الله في الرياض نحضر إن شاء الله بإذن الله. ومرحبا بكم السلام. نعم. تشرف فيك. نعم. يا من بنسمع منك؟ عندي قصيدة في الوطن. نعم. كلمات دعيرم السويداني. نعم. اللي تهجم على شروره سوى له بليس وأقزامه، الدار في حكم خنوره عسى الله يطول أيامه، غيات الأمجاد منشوره والدار يفخر بحكامه، اللي نوت شر مدحوره غرقه من إبليس وأوهامه، تبا لفكره ودستوره بيموت ما حقق أحلامه، حل الوطن حصنه سورة كل يبي يقوم في زامه، كل يبي يقوم في زامه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. صح. طبعا مهما كتبنا في الوطن لن وفي حقه. نعم. نعم. أخوي راشد، الشاعر طبعا لما يكتب الأبيات طبعا زي ما تقول مثلا يكون أحيانا تكون مستحضرة، أحيانا تكون هناك موقف يستدعي لكتابة مثلا الأبيات. أنت الآن شاعر ما شاء الله تبارك الله، ولك ما شاء الله جمهور ولك متابعين فيها. كتابة الأبيات أحيانا تستغرق وقت كثير في كتابة الأبيات، مثلا كان تأخذ مثلا قصيدة عندك مثلا تأخذ وقت طويل، أو تكون مثلا حاضرة مستهدنة الذهن وتبدأ فيها؟ القصيد طال عمرك هذا شيء معروف، يقول القصيد غيظ أو فيض. نعم. يكون من موقف أو حدث. وتكون كتابة الشعر عن الموقف، يعني صار عندك موقف أو ظرف أو حاجة في خاطرك تعبر عنها تكتب القصيد. بالنسبة للوقت طال عمرك ما في يعني وقت محدد تقول القصيدة هذه بتاخذ ساعتين بتاخذ يوم بتاخذ وقت طويل أو قصير. نعم. هو الموضوع إذا وصل في القصيدة
ووصلت روح القصيدة وكملت القصيدة سواء طولها أو قصرها أو طول الوقت مهم مشروط يعني في وقت محدد. وقت ما تخلص القصيدة وتحس أنك أرضيت ضميرك في كتابة الموضوع خلاص توقف. وما هي ملزومة بالوقت. يعني الحين تكتب قصيدة يمكن في نص ساعة في ساعة. وش القصيدة أفضل قصيدة كتبتها وتحس أنها مقربة لك؟ والله طال عمرك هذا قال ابن جدلان سأله مرة في لقاء قالوا وش أطيب قصيدة عندك؟ قال القصيد عند رعيه مثل حب البل رعى البل الحين بلا كلها عنده غالية. نعم. صحيح. شفت؟ فالقصيد طال عمرك الشاعر يشوف القصيدة كلها غالية عنده. نعم. ما في شيء محدد. طيب نبي نسمع منك الآن. أبشر. يقول طال عمرك للعمر لو طال خمس محسوبة. نعم. موت وقبر ومحاسب وجنة ونار تكفون يا الشجعان صمله وتوبة والله سبحانه غفور والله سبحانه رؤوف وغفار ما خاب منه وجه الوجه صوبه يغفر ذنوب التائب كبار وصغار إلا من أشرك بما تغفر ذنوبه يا أمة الإسلام ما حب كفار كل نزين يا النشامة دروبه حنا على كف المنية والأقدار الموهوف يدك ما تضمن شروبه يا كثر ما شفنا المواعظ والإنذار راح الزعيم اللي حماه مهيوبه وراح الفقير اللي على لقمة الجار وراح الصغير اللي هله مفرحوبه خذاه يومه من هله ما بعد سار وراح الكبير اللي ظناه اعتزوبه كبير قوم له معزه ومقدار الموت ياتي للبشر ما دروبه الموت مرة في العمر ما هو مرار والقبر لما مت ما فيه توبة روضة من الجنة وحفرة من النار. سلام هذه قصيدة وعظية ما شاء الله. يعني أنا أشوف أقربانها أنه للوعظ يعني ولا الوعظ والتوبة الله يتوب علينا جميعا. آمين يا رب. هل أنشد لك أحد المنشدين أو فيلم القصائد؟ تعاون مع بعض تعاونت مع بعض المنشدين أو فنانين؟ لا 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 والله الإنشاد لحد الآن. ولا فنانين؟ لا فنانين مستحيل. رافضها يعني. نعم. طيب الشيلات وكذا. إيه. أو مثلاً الشيلات. لا الشيلات ما حد أنشد لي. طيب. لكن ان شاء الله العلب بوابة خير باذن الله يعني بعد انطلاق البرنامج. والله الفكره هذه ما فتحت المجال نسال الله فيك حبيبي. طيب ايضا مشاهدي الكرام دعونا نرحب بضيوفنا القادمين طبعا اخونا وحبيبنا اللي طبعا قدم من حايل. يا هلا فيك. هالكرم وما يحتاج هالكرم وما شاء الله مشوارك اللي جيته الى هذا داخل هذا الاستوديو حبك لهذا البرنامج وحبك ايضا للمشاركه معنا في برنامج القناه الانقاذ اول شيء. الشيء الثاني لنفس البرنامج، الشيء الثالث لجميع القائمين على هذا البرنامج وهذا شرف كبير لي. الله يعطيك العافية. أخي فالح وش بتسمع؟ والله أنا عندي قصيدة الوطن حقه يعني أغلى من أرواحنا بصراحة. صحيح. فعندي قصيدة وطنية سبق أني شاركت فيها في اليوم الوطني الماضي. أقول فرحة وطن وقلوبنا لك محبين عسى فداك قلوبنا يا وطننا يا دارب ومتعب حفيد السلاطين عبد الله آل سعود زبن المجنة يا دارب ومتعب حفيد السلاطين عبد الله آل سعود زبن المجنة حنا معك يا سيدي دوم وافين دون الوطن حنا فداياك حنا الله يمد بعمرك سنين وسنين يا ذخرنا يا مجدنا في زمننا تامر وحنا لك جنود مطيعين فدوه لك وارواحنا يرخصنا يلي حكمت بشرع ربك وبالدين يلي حكمت بشرع ربك وبالدين لك الولا والعهد والحب منا قولوا معايا امين وامين وامين يدوم بتعب مليك الوطن. سلام سلام نقول الا امين ان شاء الله الله يحمي هالوطن ويحمي هالقيادة الرشيدة ويحمي المملكة العربية السعودية. اللهم امين ان شاء الله يا رب. طبعا ننتقل الى شاعر ومنشد. قبل ما نبدا مع اخوي سلمان القحطاني كيف جمعت بين الانشاد والشعر مع بعض؟ الحقيقة بالنسبة للشعر هو عندي من تقريبا من اكثر من 15 سنة. ما شاء الله. والإنشاد تقدر تقول هواية وتخبر إذا اجتمعت شعر وإنشاد فهذا يسهل عليك الواحد طريق العبور إلى العلوم الزينة هو صح. واللحن اللحن لا بد يعني مثلا لما تكتب الأبيات تلحنها الحين يا طويل العمر تبي تعرف الشيلة الناجحة لها ثلاث مقومات. الأولى
اللي هي طال عمرك هو عمر ما يسمع. الكلمات لا صارت الكلمات جزلة وزودا على الكلمات اللحن اللي يضبط الكلمات وزودا على ذلك الأداء أداء المنشد إذا كان زين فاعتبر أن هذه الشيلة أنها يعني بتنال استحسان أكثر المشاهدي والحضور. جميل. طيب وش بتسمعنا؟ أنت بين ثنتين. أنا بسمعك بين شعر وبين شعر. أنا على خشمي بسمعكم اللي تبون ولكن أول شيء فمهدي لكم أنت قناة المرقاب ثلاث أبيات قبل كل حاجة وبعدها إن شاء الله بسمعكم اللي تبون. لا بغيت الأصالة والتراث المجيد تجده في قناة الطب حسب الطلب وان بغيت الجديد وكل ما هو جديد في قناة الجزالة في قناة العرب كل ما فيك يا المرقب والله مفيد والله إنه ما يلحقكم ملام وعتب. السلام عليكم. بالنسبة للشعر الثانية فيه موضوع هي طبعا للشاعر اللي مسي عليه بالخير عبد الله بن هادي القعيمة فيها بيت تذكره محمد بن فطيس المري اللي يقول مالي بمنياتي ولا يدرابه فأكثر الناس ما يدري من البيت له. هذا البيت للشاعر هادي القعامة آل فاضل آل سعد القحطاني ويعني مغنين به قبل أكثر من 50 سنة. شفت فالقصيدة طويلة تقريبا 40 بيت ولكن بنختار بس الجزئية اللي توضح أن هذا البيت أنه للشاعر. نعم. يقول بستشهد وباجيب بعض بيوته اللي ارتجلها عند سود الغابة عند محلة في حفلته للعرجة إلا بها اللي بالكرم غلابة في حفلهم وقف عساه الجنة ببيات شعر تطر باللعابة ينحت صخر عاده صغير سنه ويقول أنا صقر الشعر وعقابه ماني بمنياتي ولا يدرابه حرني بشر بالعشا مخلابه درب الوفا طبعي ومثل ربعي ولا خير في من لا يعز قرابه وفي الناس من حاول يقلد سلمي واسلومنا والغير ما تتشابه حنا على الترحيب والتسنيدة نمنع دخيل البيت لا وزابة لو كان راع البيت ورع قاصر سلم الدخيل وخبت يا طلابة وكبيرنا لا من حضر في دعوة مفراس مصن يتعب القضابة صغيرنا لا من وقف في محفل غصب على السامع ينال إعجابه هذه بيوت ابن القعيمة هادي والحق حق وكلنا نرضى به
سلامتكم. قصيده طبعا طويله ولكن اختصرنا. ما شاء الله تبارك الله، صوت جميل ورائع ما شاء الله، اثريتنا فيه الحقيقه. ايضا مشاهدينا الكرام، ايضا يسرنا نشكر طبعا كل اللي تواصلوا معنا عبر صفحات تويتر وعبر طبعا هاشتاج هبه تريح. طبعا الحلقه جدا رائعه لا تفوتكم. طبعا هذه من الاخت طوق الياسمين، الله يعطيك العافيه اخت طوق، يعطيها العافيه على التغطيه. انا ما شاء الله شو بتصور يعني الصور طبعا ما شاء الله لمتابعتها على البرنامج. الاخ ياسر الجنيد الحقيقه طبعا حساب هبه تريح، خالد اليمني وعلي اليمين على شاشه المرقاب يعطيك العافيه. ايضا نشكر الحقيقه ايضا فؤاد الرشيدي، طبعا فؤاد الرشيدي يشكرك طبعا ويثني عليك وانا امسي عليك طبعا، يمسي عليك طبعا، واشكره على مشاركته في هاشتاج هبه ريح، وانا امسي عليه بالخير. فؤاد الرشيدي طبعا طبعا يتمنى القصيده الوطنيه اللي هديتها قبل شوي، اعتقد انك لقيتها. نعم وطلبها ما شاء الله تبارك الله. نعود طبعا اذا في هاشتاجات ابو مشاري او ننتقل لضيوفنا الكرام. لا تقريبا الى الان يعني ما شاء الله تبارك الله ان وش نلحق ابو محمد ما شاء الله على الهاشتاجات، لكن طبعا الاخ بن محمد يقول الليله برنامج هبه ريح للشاعر طبعا ما شاء الله تبارك الله، والمنشدين كذلك فؤاد الرشيدي، انصحكم المتابعه واتمنى ان يسمعون اليوم كل ما هو جديد، فهو ان شاء الله يعني باذن الله اليوم كل ما هو جديد عندكم باذن الله نطلع جديد اليوم. اليوم اكيد طبعا يعني الله يعطيك. وحنا طبعا بالعكس ابو محمد يعني احنا نشوف ناخذ الحصريات والجديد ان شاء الله دائما عندنا في البرنامج. صحيح اتمنى والله، وهذا هو باذن الله عز وجل. اعود طبعا لمنشدنا محمد. مرحبا. نبي نسمع منك. ابشر على الخشم. هذه كلمات من الشاعر الكبير والدي شاعر اليافي، وامسي عليه بالخير. ونعم عليكم زود جميل. ألا يا مشان الفرقة بعد ليل جماني باي، اثر الايام تضحك لي بجمع عقبها فرقة، ولا يلوى قلبي من عناه من تصاويبه، إلى منه طمن ساعة من اللي يونسه يرقع، كفخ بين الضلوع وحام واخطأ من مقاضيبه، أجاد بزفرتي وتهل عيني دمعة زرقاء، نظرته بالعيون وكان بين الناس مالي باه، وانا مالي مصد من الهنوف الجاد للطرقة. سلامتكم. الله يسلمك ويسلمك. طيب كان كملت معه من اول ما بديت معه؟ اقول اشوف انسجمت ما شاء الله حلو. اي والله الصوت طال عمرك شدني، وكلمات الشاعر الكبير شاعر العيافي تحمس معه ما شاء الله تبارك الله. يعني انا ما شاء الله شفت ما شاء الله في انسجام بينكم، وانا اتمنى يعني ان في ثنايا الحلقه نتجهزون لشيء يكون في انسجام بينكم، ويعني بحيث ان تشيلونها مع بعض ان شاء الله. وانا ابغى اسمع منك اخوي راشد الان. يقول طال عمرك كل خلل يزداد لزاد الكلام، الله الله، والسكوت الليل ما جاه استره، تكسب من الصمت هيبه واحترام، حاول انك ما تقول الا ثمره، وخلك مسالم مع راع السلام، من هجر جزاه ربي وهجره، واصبر وصابر وخذ حقك قوام، ولا تضيع صيتك وسط غبره، ولق وجهك من يلقيك اهتمام، ولق ظهرك من يلقيك اظهره، واجمع الاصحاب واعرفهم تمام، ولا تصدق كل من دق انحره، اكسب اهل الطيب عالين المقام، وجنب اصحاب الرخاء والثرثرة، ولا تهاون بالقليل من الحرام، الحرام أقل له يجيب أكثر، أحطها إيه الحرام أقل له يجيب أكثر، ويعرف أن الذنب له شوق وهيام، حطه الشيطان في العين ازهره، في طريق الحق ما تلقى ظلام، والغوى دربه متاهة وغدره، من يحط بقمة العليا مرام، يبذل المجهود حتى يقدر. نعم. سلام. سلام. أستاذ راشد، هذه ما شاء الله تبارك الله جمعت بين الشعر والحكمة والموعظة ما شاء الله تبارك الله. الله يطول. يعني إن من الشعر لما يخرج منه من الحكمة والنصح والموعظة والابتهال لله سبحانه. سعادة افتخر فيها يا أخوي خالد. الله يطول. الله يعطيك العافية. نعود الحقيقة لشعرانا ومنشدينا طبعا، إحنا عندي شاعر ومنشد، أنا عندي شاعر ومنشد وعندي شاعر ما شاء الله. نرجع لفالح الرشيدي. فالح، الأغراض اللي تكتب فيها بالشعر، وش اللي تكتب في الأغراض ما شاء الله عليك؟ والله أكتب بصراحة، أتوقع أن جميعها كتبت عليها، حكمة، اجتماعي، وطن،
غزل عتاب حب غرام انجلش تعجيزي كل شيء اكتفى. اكثر شيء اثر فيك؟ والله يعني بما اني شباب يعني والدي شباب بعد اكيد قلبي خضر. ما شاء الله. أيوه. ما شاء الله اللي اثرت. أيوه. اسلم عليه وامسيه بالخير بعد واشكر على المتابعه. من هذا الوالد؟ اي نعم. في الحائل؟ نعم. شاعر ومشجع لي وهو من الشعراء المدارس اللي انا صرت شاعر. ما شاء الله. كله يعني بجهوده وبتشجيعه. اجل تحيه منا ايضا للوالد الحقيقه على تشجيعه لك. تسلم والله. وله ولكل اهالي حائل والله. تسلم والله. الله يسلمك. تسمعنا طال عمرك. قبل اسمعكم انا عندي بيتين. هو طبعا له حساب في تويتر الوالد. ودخلت على حسابه في بعض من المرات لقيته كاتب بيت غزل. رحت وكتبت يا أبوي لا تكتب غزل وانت ممنوع. لا تهور خلك إنسان ذمي. تراك غالي والوفا حق مشروع ولا قسم بالله لعلم أمي. راح ورد عليه هو. ايه وش كان؟ قال تبغى تضربني ديار وضو موجوع. ايوه تبغى تضربني ديار انضم وجوع لا تصير ضدي وانت لحمي ودمي. امك من اول كان تمشي لبطوع لكن عقب شيبت قامت تتسمي. اي والله. فبصراحه يعني هذه البيتين يعني اللي وجهتها له. انا عاد بقول لكم القصيده الحين. طبعا القصيده هذه بطلب من الشاعر وليد فهد الهاجري واخوي عبد الله. امسي عليهم في الخير جميعا والنعم فيهم. ولا عليك سؤال. اقول طعنه عدو يطعنك وتموت منها ولا صديق تامنه ويغدر فيك والناس ربك يعلم الغيب عنها لو بدون اسباب يمكن يتعاديك والناس ربك يعلم الغيب عنها لو بدون اسباب يمكن تعاديك يمكن من فعولك اعداك تغبنها ويمكن إعداك بطيبة الأفعال تغليك والغلطة اللي منك تدفع ثمنها لابد من يوم يجي لك يصحيك والغلطة اللي منك تدفع ثمنها لابد من يوم يجي لك يصحيك وكلمتك ترفع قدرك إن قلت صنها ترى الجان انجل يمكن يوطيك وخلك عزيز النفس جود رسانها لا تطرد اللي راح وقفه وخليك وخلك عزيز النفس جود رسانها لا تطرد اللي راح وقفه مخليك والروح قبل الموت جهز كفانها حذرة قبل قصاف الأعمار ياتيك عطيت كبيوتي ولحن لحنها نصيحة مني وعقلك يقديك دام الحياة بخاطري طبت منها تكفى قبل سكات بقعة توريك وسلام. ما شاء الله تبارك الله. استشهد استشهد بالشمال أجل. ما شاء الله استشهد بالشمال وما شاء الله صار فيها الوالد. طيب. والوالدة ما شاء الله. ممتاز. طبعا احنا لازلنا طبعا مع خطاطنا أحمد عامر. أحمد عامر أعتقد كنت أسألك أنا قبل شوي عن موضوع أنواع الخطوط. أنواع الخطوط أكيد أنها كثيرة بس نبغى نتعرف على أبرز الخطوط اللي يعني يجد الشخص فيها فرصة للتدريب أو التمرين على الخط. أنا الحين كاتبين أسماءكم يعني أعطوني وقت شوي. عشان كذا الوقت يعني أخذت راحتك فيه. إيه نبي. ما شاء الله. يعني جهزت بعدين جهزة لكم إن شاء الله. خلينا نشوفها بس من عندك. توصونا في الوقت. إيه خلينا بس نشوفها من عندك. طيب هذه. ممتاز. واضحة ولا؟ جميل. ممتاز. طبعا شيء مرتجل على الهواء يعني لكن الهدف هو الاهداء والتوثيق الذكرى. الخطوط اللي تاخذ وقت يا استاذ احمد لما يكون في شخص يكتب بعض الخطوط هل في خطوط تاخذ وقت كثير من انواع الخطوط؟ خط الثلث اللي هو موجود في واجهه المصحف الكريم. المصحف الشريف يعني دائما يكتب بخط النسخ هو اصلا المصحف كتاب الخطاط بعدين تتجه للمكان مثلا عندنا زي مطبعة الملك فهد في المدينة تتجه للمكان لكن كبداية هو يكتب بخط الخطاط نفسه فغالبا هذا هو المتبع يعني في العالم انه دائما كتابة مصحف في بخط النسخ. خط الثلث يكون هو دائما العناوين الرئيسة يعني مثلا زي اسماء الصور الغلاف الثلث هو الذي ياخذ وقت كبير يعني حقيقة يعني الخطوط اللي ممكن تكون نوعا ما سهلة وسريعة شوي اللي هي خط الرقعة هو طبعا يعتبر هو المتصدر يعني
ياتي بعد الخطوط الاخرى الخفيفه اللي هي مثلا زي الديوان. يعني لسهوله مثلا اعطيك مثال الحين مثلا زي هذه ممتاز لوحه خالد مثلا كاتب انا فوق الاعلامي الاستاذ هذا بخط الديواني ممتاز وكذلك هذا بخط الديواني خالد بن سعيد اليمني اللي اسفل بالقلم الصغير هذا خط الرقعه سهل وسلس هو نفس كتاباتنا اليوميه ممكن اعرض لكم الان صور اللي هو بس كنبذه سريعه كذا هذا اللي الان كتبناه الان اثناء الحلقه مثلا زي برنامج هبه ريح اوه جميل اوه حلو ما شاء الله هذا خط الديواني الخط هذا لو على قناه المرقاب واسماء طيب ثبت اللوحه المشاهد عشان نشوف ثابت الحين طيب هذا نوع الخط وش قلت اسمه اللي هو البرنامج يعني الكتابه اللي برنامج هبه ريح هذا خط الديواني الخطين الاسفل اللي هي على قناه المرقاب وال مع الاعلاميين علي وخالد هذه خط الرقعة هذا اللي أنا أقول لك عليه الآن هذا يعني من الخطوط اللي تكون سهلة وسريعة فيه اللي هو الخط الثلث طبعا الخط الثلث يكون أنواع في شيء مركب وفي شيء بسيط سهل على شكل يعني أسطر هذا أنا كتبناه هنا فيعني هو عبارة عن لوحة موجودة عندي حبيت إني أعيدها مرة ثانية هل في أحد يستطيع إقراها بس والله بحاول أقراها أنا حاولت أنا قبلهم يعني حاول انا ما ادري والله ترى هي لها علاقه برمضان والصوم والصوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوما مقبولا ها طيب هذه انا ما ادري انا اقول كانها صوما مقبولا صح هو طبعا جزء من حديث الرسول الصوم صحه جنه اي نعم الى اخر الحديث فلا يرفث يعني لاخر الحديث لكن هو الخط هذا عباره عن خط ثلث صحيح يعني فكرته تركيبه انه يعني تلاحظ هنا حرف الواو شبكته عن حرف الميم كشكل جمالي عندك الجيم يعني جنه والهاء كانت يعني مسدكه شكل جمالي ويعني هذا خط الثلث يعني هذا الثلث اللي تقوله الصعب اي يعتبر الخط الثلث هو ملك الخطوط سيد الخطوط الذي يتقنه يسهل عليه بقيه الخطوط الثانيه لكن الذي يتقنه يحتاج الى وقت يعني عشان كذا بعضهم يكتب ثلث يقول انا ما شاء الله ستكتب لكن ما وصل درجه الاتقان فالذي يتقنه يعني بعضهم مكث 40 سنه 50 سنه عشان بس يضبط الثلث على زي ما يقول سن ورمح يعني طيب. أنا كنت أبغى أسألك الآن أنتم كخطاطين كيف تكتشفون الموارد يعني شخص يمسك قلم علامة مسكته للقلم مسكة الخط يعني كيف تكشفونه أنتم بالضبط هو للقلم له مسكة مناسبة يعني بعض الناس جاي يمسك القلم المسكة المناسبة هذا حين الدفتر الكتاب اللي أنت جيت تمسك القلم تمسكه بين السبابة والوسطى تمام والإبهام تكون هي في العلو الأصابع الثلاث اللي هي الوسطى والخنصر والمنصر هذه هي اللي تتكي عليها الآن بعضهم يمسك القلم كأنه ماسك له في يعني يمسكه بكل ما يكون متوازن يعني لا 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 هو الماسك فقط بهالطريقة يكون بين السبابة والوسطى والإبهام هي تكون في العلو يعني في الأعلى ويتكل يعني الأصابع الثلاثة هي تكون منطقة الارتكاز على الورقة ورقة وتكتب هذا هو أفضل لأنه بعضهم يخطئ في المسكة مع كثرة الكتابة تتعب إذا فهذه المسكة المناسبة هل إذا مسك الإنسان مسكة طيبة يكون خطه زين أنا بعض الأشياء طيب في سؤال الحقيقة ودي أسألك فيه أبغى أقول لك الحين في بعضهم يقول الحين وش السالفة أنا الحين القلم لا مسكته أنت طلع خطك زين وأنا إذا كتبت ما طلع خطي زين فهي العبرة بالتعلم والمرحلة صحيح يعني صحيح في سؤال أبغى أسألك الحقيقة دائما يقولون اللي يكتب باليسار اللي يكتب باليمين فيه علاقه في موضوع الكتابه اللي يكتب اليسار اللي باليمين في فرق ما في اي علاقه بس يعني بس اغلبها على اليسار يكون خطه جميله بس غالبا الاخوه الاشوى اللي يكتب اليسار غالبا يكون شكله مميز كذا لما يكتب يعني بس يعني كشكل احنا عشان قليل غير ولا ما له علاقه يعني ما له علاقه هو الخط يعني ما له علاقه لكن اغلب الخطاطين في العالم يسارهم باليمين يسار باليمين هذا اغلب الخطاطين اغلب الناس يعني طيب الناس هم ضمن الناس يعني استاذ احمد الان بالنسبه الان يعني الان انت ما شاء الله خطاط من الصغر يعني الان مبتدئ عندك ذي الموهبه الان هي موهبة هل بالاستطاعه من الصغر يعني ها هي موهبه موهبه من الصغر من الصغر نعم كانت العين تحب الاشياء دي. طيب خلينا نقول انا مثلا الان هل استطيع الان ان اصبح مثلا خطاط مثلك يوم من الايام بالمناسبه انت عشانك كتبت وانا شفت كتابتك انا قلت لك قبل شوي قلت عندك يعني عندك يعني في عندك اصل حلو جميل طبعا انت انا محاول فقط نعم. اغلب الناس اللي خطهم يعني نوعا ما مقبول يعني غالبا يمزج بين خطين اللي هو الرقعه والديواني يكتب رقعه والالفات ما تحط لها شكل كذا هذا الديواني
يشبكها لأنه هو يشوف الخط بس ما يعرف شنو نوعه لكن يعجبه. فلا شعوريا أثناء كتابي يحاول يقلده لكنه يعني زي ما يقولون يعني يعني يسوي ميكس بين الخطين اللي يعني خالد ينفع خطاته تقابل بعد الاستوديو الله يعطيك العافيه. لكن في عنده قابليه الله يعطيك. لو ذلك خطيت انا بعد عنده قابليه. طيب نرجع مره ثانيه لشاعرنا ومنشدنا سلمان القحطاني ونبغى نسمع من هالشيلات الجميله. نمشي فيه يا طول العمر قصيده للشاعر اللي مسيه بالخير حسين بن علي بن نديل الفطيح اليامي شاعر جدير وقدير شروم يسمع شروم تحيه له طبعا. يا تلي عالجيد ما بحتسر فيه دين وما حسب نقالت الهرج وعلوم حسدا أحيا وموت من ساك يا غر الجبين يا كحيل الطرف يا فارق ما له مدى يا دقيق الخصر يا قبلة الغيد أجمعين يا جديل يكسي العمر واجتح ورداء يا جميل القد يا مختصر في كلمتين يا ما شاء الله ما لشعري على وصفك جدا باحك الله لو معاهدك من هجرك حزين باحك الله كل ما جات لضروعي صدا باحك الله كل ما مر من قلبي سنين باحك الله كل ما ضج فكري ثم هدى باحك الله كل ما أسهر وغيري هاجعين باحك الله كم تجرعت من ضمن وداع وباحك الله كم تشمت علي من شامتين وباحك الله كم تخلصت من هم وبدا والله النزر يتشدد قطين قاطنين فالضمير اللي استباحته وقالوا لي بدا والنهاية حافظ العهد والسر الدفين لو تحدوني زحول ومشايخ وعقداء صح لسانك ما شاء الله تبارك الله يعني حتى ما شاء الله اللحن تبارك الله انا خشيت جو معك صراحه ما شاء الله تبارك الله. لكن ابو محمد الان ما شاء الله تبارك الله اشوف بدات المشاركات الان يعني جدا ما شاء الله. الاخ فيصل اشكره يقول مساكم الله بالخير نعم الهاشتاج طبعا هبت ريح عبر تويتر يقول مساكم الله بالخير جميع البرنامج جميل والأجمل في الحضور الشعار والمنشدين وأنتم الإعلاميين وتحياتي لكم أخوكم فيصل الدوسري. أبو محمد تأخذ بعض المشاركات جاهزة عندك ولا استعرض المشاركات والطلبات؟ نعم مسفر الفهاد يقول أسعد الله مساكم برنامج روعة ومسي على سلمان العاطفي وأقول له الساعة يقول اشتقنا لك يا محمد طبعا وايضا كذلك جميع الضيوف وايضا كذلك الاخ سامي نعم نعم يقول الاخ سامي يقول صبحكم بالخير واطلب من الشاعر سلمان شيلة يا دكتور الاسنان عاد. فهذه ما شاء الله طلبات كثيره جدا ما شاء الله الان شوف الهاشتاج ما شاء الله يا ابو محمد علق ما شاء الله تبارك الله ممتاز. نعم اعود مره اخرى مع ضيوفنا نسمع دكتور الاسنان دكتوره الاسنان هذه من كلمات الشاعر الطرقي. لا قصتها لا والله كلمني هي ما هي بلي القصيدة. ممتاز. هي الشاعر اسمها الطرقي. كلمني عطاني إياها وعجبتني القصيدة. طبعاً أجيني قصائد كثيرة. ولكن القصيدة اللي تعجبني أشيلها والقصيدة اللي ما تعجبني. شكرا الخدمة. أنا. شكرا الخدمة. سام. دقيقة بس نبحث لها. على بال ما تبحثها يبدو انه ما شاء الله الرسام ما شاء الله او الخطاط احمد عامر ما شاء الله تبارك الله يبدو انه انهى اللوحتين الموجوده يعني هذه سريعه لكن هناك فرق بين الرسام والخطاط يعني الرسام ممكن يتعلم اي شخص يعني موجود يستطيع ان يتعلم الخط الرسم يعني في نوع من الصعوبه شوي يعني كالمهاره لكن الخط لا استطاعت اي انسان يتعلم سواء عنده موهبه او لا جميل احنا اللي عنده موهبه هو اللي يواصل أكثر يعني. وكلاهما باليد اي نعم ممتاز جميل جميل عصر هذه دكتورة الأسنان يقول
يا دكتورة الأسنان ألام السنون تهون ألم القلوب الموت لا شح بدواها قبل شفتك كنت أتباها وأظن ظنون لكن أخلفتني نظرة العين مقواها روف بقلب نرديته صويب شبه مجنون يقول اتركوني ودي اروح وياها عسى لا يمه يذكر ورادوا لا تلبشتون ويجهل مصيره في ضواحي قراياها صويبك دخيلك عالجه والدوى مضمون جروح سبايبها انت ما تجهل دواها ابعطيك خلعي بس شرطي عليك امون والاسرار تبقى ما حد واقف اقصاها خذ الحال هو المال والقلب لك مرهون خذته قبل تستاذن الناس فعضاها سلام الله الله سلام تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يعني نعم طيب انا خلينا ناخذ برسو مشاركه اخيره اخوي من راشد بيتين اجمل بيتين انا قلت لك لا تربطها باجمل كان على اجمل بعطيك قصيدي كله طيب تفضل عطنا قصيدي دام بيتين طال عمرك فيها بيتين سويتها مداعبه يمكن قبل اسبوع نعم وتناقلتها بعض وسائل الاعلام الواتس والتواصل الاجتماعي واختفى الاسم او بعض الشعر نسبها له نعم يقول طال عمرك علموه مظنون عيني علموه ان حبها الطاغي بقلبي من غرس العنبو اللي ما يحبه العنبو هي حبه حب متعب الحرس اوه ما شاء الله وتحيه لسمو الامير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني يعني ابو محمد ما شاء الله تبارك الله الوقت يروح بسرعه جدا نعم طيب عطنا القصيده يعني القصيده طال عمرك يقول يقول الصاحب اللي بالمراجل تنكر نعم قام يتمدح لي وانا ما جبرته يلبس بشوت المشيخة ويتبختر ويقول كم شخص بطيبي غمرته وبابه من ثبات الكرم ما يسكر تنغر فيه وتنخدع لين نظرته كم مرة قد قال لي لا تكدر لي بدالك لازم ما قدرته ودار الزمان وكل شيء مقدر وذكرت قوله ليتني ما ذكرته جيته على قولة لسانه وقصر لوني دريت انه كذا ما نحرته من يلبس الباسلوفة ويتغتر يعرف على طبعه لمنك اختبرت فعل الردي لو تستره ما تستر ينشق ستر الغش مهما سترتها وكسرني لا منك جبرته تجبر وكسرني لا منك جبرته كسرته هذا كلام اللي تهيض وعبر من موقف فكرت فيه وذكرته اللي ذكرته في لزومي تعذر قضى لزومي واحد ما ذكرته ما شاء الله صح الله منشدنا نبي نسمع منك في نهايه اللقاء والله شوف ما جهزت شيء لكن ماني برادك اخوي خالد بيض الله وجهك ان شاء الله بيتين وسامحنا على القصور ومن يسمع ما بد ما منك اسمح وافي يا ابو شايب اللي دعيتك يا سبيل الخطاعي واتزم على المسرى واحس بنجومي لا بد ما يطري على خاطرك شي وتحطني ما بين جفنك ونومه سلامتكم سامحونا القصور هذا طبعا من كلمات الشاعر الكبير شاعر نعم ونعم محمد حقيقة محتار بين الشعر وبين الانشاد احنا نحتار لا شفنا المنشد وشفنا الشاعر نحتار بينهم لكن خلنا نسمع من هل حاي أبشر من عيون اثنتين طبعا أنا أسمع. عندي قصيدة طلب من الجمهور جمهور يطالبينها سبق أني كتبتها ممكن قبل الله 4 شهور أقول أسهرت من شانك عيون المخاليق
وعذبتهم كلها الخاطر عيونك وفيت لك ومديت لك فرحة سنيني عن الضيق يوم كل الناس عيوا يجونك أسهرت من شانك عيون المخاليق وعذبتهم كلها الخاطر عيونك ومديت لك فرحة سنيني عن الضيق يوم كل الناس عيوا يجونك وفيت في سلم الرجال المطاليق قال لي على الشدات ما يتركونك خليت حبك ثابت بالمعاليق وحرقت ناس ودهم يحرقونك ما كنت أحس بأنك تخون المواثيق وما كنت أصدق هرج من يكرهونك ما كنت أحس بأنك تخون المواثيق وما كنت أحس بأنك تخون المواثيق وما كنت أصدق هرج من يكرهونك واليوم فعلك صدق القول تصديق وثبت لي من خان لجلك يخونك قررت أطلق حبك اليوم تطليق رحل ودور حب من يتبعونك وانا ولد حر الربا بشي وهيق عزيز نفسي أعيش عمره بدونك كفوك الطيب وانا ولد حر الربا بشي وهيق عزيز نفسي أعيش عمري بدونك جاك الكلام اللي منه ينشف الريق اللي تمنى بسبته يدفنونك حقك وخدت في سلوم المطليق ولغبت عنك خلوهم ينفعونك وسلام صح لسانك صح حقيقة ما قصرت على هالقصيدة الطيب وعلى هالإبداع الطيب من كل ضيوفنا اللي معنا في اليوم اللي حضروا من القريب واللي تعنوا من بعيد لحضور ومشاركتهم في هالبثية الله تسلم احنا نشكركم كلكم والله وحنا شاكرين أنا بالنيابة عن أخواني نشكر قناة المرقاب بصراحة وهذا برنامج وكقناة تستحق الإشادة فعلا والله العظيم يعني بدون مجاملة الله يعافيك نعم أبو محمد نشكر ضيوفك الحقيقة بلا شك أنا نشكر الحقيقة شاعرنا فالح الرشيدي يعطيك العافية الشكر لكم أولا وثانيا أشكر كذلك مرة أخرى الشاعر الأستاذ سطام الشمري على اللي ما على الفعل اللي ما هو غريب عليه بصراحة وأشكركم وأشكر جميع اللي يحضرهم واللي شاركونا بعد الله يعطيك العافية وأيضا الحقيقة نشكر الحقيقة الشاعر والمنشد سلمان القحطاني يعطيك العافية الله يعافيك يطول عمرك شكر لك يا أخوي علي والأخوي خالد ولا الحضور الربع اللي أتحفونه بيض الله وجيههم للرسام أخونا عليه السلام وفي ختام الحديث ما نقول إلا الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وشاكر ومقدر هذه الدعوة الله يعطيك العافية شكرا وتقدير الشاعر راشد بن ضبان شكرا لك أخوي راشد يعطيك العافية الله يعافيك ويطول عمرك وأنا أشكركم كذلك أشكر المذيعين والضيوف والله يطول عماركم إن شاء الله على الطاعة ومعودينا دائما على العلوم الطيبة قناة المرقاب نعم وأيضا كذلك أشكر الشكر والتقدير للمنشد محمد العيافي شكرا لك أخوي خالد صراحة تشرفت فيك وتشرفت بأخوي علي وإخواني المنشدين والشعراء وأشكر قناة المرقاب على هذا المكان اللي مو بغريب نعم شكرا لك وأشكر تحية لأخوي أبو فهد نعم شكرا لك والتحية الحقيقة لكل ضيوفنا وكل الموجودين معنا ولا ننسى الحقيقة خطاطنا اللي ما شاء الله خط الآن كم ما شاء الله ويعطيك العافية سيد أحمد اللي نورتنا بحضورك وبوجودك وبهالخط الجميل الرائع اللي أمتعتنا فيه وأمتعت كل المشاهدين يعني بدءا من بداية الحلقة وحتى هذه اللحظة على الهواء مباشرة وأنت ما شاء الله تقدم الجميل والرائع يعطيك العافية سيد أحمد الله يعافيك والشكر موصول لك أخوي علي وأخوي خالد وكذلك الأخوي سلطان الحميماني والقناة مرقاب كاملة فالشكر لكم مرة أخرى ورمضان مبارك عليكم جميعا ولضيوفك الأكارم الله يعطيك العافيه اللوحات اللي تحت هذه هدايا لنا ذي ولا هذه تفاهم بعد الحلقه تفاهم بعد الحلقه الله يعطيك العافيه اتشرف والله اطلب طلب منك تسوي كرت دعوه يعني لابو محمد زواج ولا شيء لا على الهواء مباشره الله يعطيك العافيه استاذ احمد اتمنى لك ان شاء الله التوفيق لكل حضورنا ولكل ضيوفنا ولكل من كان معنا على الهواء مباشره في هذا البرنامج برنامج هبه ريح الذي ياتيكم كل سبت واثنين واربعاء على الهواء مباشره مع شعراء مع منشدين مع اعلاميين والحقيقه كل ضيوفنا نوجه لهم الشكر العميق ونوجه لكل من كان معنا في متابعة هذا البرنامج بإذن الله تعالى هبة ريح ولي أيضا زميلي خالد اليمني أتمنى إن شاء الله التوفيق ولكل المشاهدين ولكل من يتابعنا وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة تابعونا كل سبت واثنين واربعاء على شاشة قناة المرقاب هذا علي المينعي يودعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء شكرا لكم وهبت ريح على قناة الغر المرقاب
على قناة الغلا المرقب إعلامها يا ملك التصريح وشعرها قمة الألقاب وشعرها قمة الألقاب أفكارهم ترفض التجريح دون الوطن لا وتروح رقاب دون الوطن لا وتروح رقاب دون الوطن لا وتروح